هذا المثل بيستعمل أكثر شيء للضياع. فالكوع، هلا نحن بنفكر انه هيدا هو الكوع، انما هيدا باللغه الفصحى بنسميه المرفق. الكوع هو اطول عظمه بالايد، يعني اذا بدك تحت الاصبع الاول يلي هو الابهم. فهيدا هو الكوع، كوع اليد. والبوع هو نفس العظمه انما بالاجر، يعني تحت الاصبع الاول بالاجر. فلما يكون الشخص مش عارف كوعه من بوعه، مش عارف ايده من اجره، يعني الشخص بحالة ضياع. أها.